موظفة بسيطة في قسم تدقيق الحسابات بالأمم المتحدة، تطمح أن ترفع التحدي كي تكون الأمينة العامة المقبلة لهذه المنظمة. الشابة الثلاثينية أرورا أكانكشا، وعلى الرغم من عدم وجود أي خبرة دبلوماسية لديها، تؤمن بمشروعها لقيادة الأمم المتحدة وإحداث تغيير في الطريقة التي تدار بها. نحن بحاجة إلى قيادة وجيل جديد يقود الأمم المتحدة إلى القرن 21، وما أقدمه شخصيا هو أنني مواطنة عالمية أحمل قيم المحبة والتنوع. أظن أننا جميعا متساوون، ويجب أن نتأكد من أن العالم يخدم الجميع وليس قلة فقط. الشابة الكندية من أصول هندية تؤكد في حملتها الانتخابية على ضرورة حل مشكلة اللاجئين في العالم وحل الأزمات الإنسانية التي تدار بشكل سيء حاليا حسب وصفها، وتدافع عن تشجيع مبادرات التكنولوجيا والتعليم في الدول الفقيرة. الأمم المتحدة اليوم لا تفي بوعودها، لا تخدم أولئك الذين يحتاجون إلى الخدمة. لكل دولار تحصل عليه الأمم المتحدة تستخدم فقط 30 سنتا للقضايا الإنسانية. لذلك أعتقد أن الأمم المتحدة اليوم بحاجة إلى التغيير. نحتاج إلى أمم متحدة جديدة والآن. تدرك أرورا أن آلية انتخاب الأمين العام للأمم المتحدة تقوم على شبه إجماع دول أعضاء الجمعية العامة وعلى دعم الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، أمر يقلل من حظوظها في الفوز، إلا أنها تبقى مؤمنة بالتحدي الذي دخلته. مهما كانت نتيجة ترشح أرورا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، فإن خطوتها هي رسالة أمل لجيل الألفية تؤكد رغبته في تحمل مسؤولياته وتجسد حلمه بإحداث التغيير. رضا بشفرة، سكاي نيوز عربية، نيويورك.